صلى الله صلى الله عليك يا عليك يا سيدي سيدي ويا ويا مولاي رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة، لا تركنن إلى الحياة، إن المصير إلى الممات. لا تركنن إلى الحياة، اسمع الأبيات جميلة يا إخواني فيها موعظة. لا تركنن إلى الحياة، إن المصير إلى الممات. واعمل وكن متزودا في الباقيات الصالحات، واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات. صح ولا الإنسان يغتنم الفرص دائما. واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات، واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى نجاتي إلا بحب بني النبي المصطفى الغر هداتي. جار الزمان عليهم فرماهم بالفادحات. هذا قضى قتلا وذاك مغيبا خوف العدات، والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات. ذاك الذي يوم الوغى كأبيه حيدر في الثبات. جاء الحسين
الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات. جاءت رملة ألقت بنفسها على ولدها القاسم، وحيد وعز عند من العذيب، يما العذيب ودرتك ذخر الأيام. أقرأ وياها وياها. شيبي ما ظنيت بك يقض نصيبي. الله يا رملة كيف حالها عند ولدها؟ يما أثاري 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 الولد مو مقسوم، وأنا سنين ربيته. هذا اللي فاقد ولد يتحسس. ها الله يحفظ أولادكم إن شاء الله. فقد الولد عظيم مولانا مؤلمها. أثاري أثاري الولد مو مقسوم، وأنا سنين ربيته، لو أدري يصيب الموت كان بقلبي ضمه. يما يما يا يما ضميته. عندك يا رملة يما، وانا عندي ولد مو وقت موت. يا شبان بالله لا تونون، يا شبان بالله لا تونون، بونينكم قلب تشعبون، يما تشعبون تهدون حيل من تلوجون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا شفاء مرضانا، أنا أدري ماكو مجال، لكن إذا شوية ضغطون على روحكم قدام خطر اللي يطب ياخذ راحته، صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أعلى أصواتكم. تعالوا قدام إخواني تعالوا، إذا عندك مجال تعال. جزاك الله خير. الخليفة إخواني، الخليفة والوصي والإمام ينصب من قبل الناس أو من قبل الله؟ شنو رأيك أنت؟ هسا احنا كترنا منا ومنا، احنا نقعد أنا وياك نسولف. الوصي والإمام والخليفة والنبي بالأحرى أن نقول بعد، منصب من قبل الله لو من قبل الناس؟ من قبل الله. ليش من قبل الله؟ لأن الله لا يخطأ في الاختيار، صح لو لا؟ ونحن نخطأ بالاختيار لو لا؟ نخطأ. إيش قد مرشحين رشحوا روحهم، وأنا 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 وأنا، بس أنا خخيت وماكو غيري. ورحنا مولانا وتالي ما تالي شفنا خير من عندهم؟ ما شفنا. أنا ما أتكلم عن أي مكان قاطبة. زين، يا ما ناس يقول أنا نختاره وبالأخير لا يرد منه إلا الشر، خير ما نشوف كلش. واضح مولانا؟ إذن اختيار الإنسان إما أن يصيب وإما أن يخيب. ها صح ولا لا؟ يخطأ الإنسان ما يخطأ، بس الله إذا اختار ما يخطأ. ولهذا اللي يختار الأنبياء ياهو الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن النبي إذا صار نبي والناس اقتدت به، وباشر النبي خطأ، الناس تقتدي به هم بالخير وهم بالشر.
زين واضح مولانا؟ ولهذا الاختيار اختيار الخليفة والإمام والوصي والنبي يكون منين؟ من الله تعالى. عندك دليل من القرآن؟ عندنا خير من الله مولانا. أدلة عندنا من القرآن مثلا، اسمع اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم، ساعدني بها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله ايش قال له؟ قال إني، عافية عافية، شوف إني جاعلك، جاعلك للناس شنو؟ جاعلك. إذن الجعل منين؟ من الله، ما قال أنت أجعل، إني جاع، أنا مخليك، إني جاعلك. هاي آية، أعطيك بعد آية، شوف كله جعل إلهي، هاي جاعلك. آية ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم، جعلنا، جعلنا يعني يا الله، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. جعلنا ياهو الله، كم جعل صار؟ اثنين، إني جاعلك للناس إماما. الثانية، وجعلناهم أئمة. الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا، وجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين إماما، اللي يخلي الإمام ياهو الله. جعل إلهي، جاعلك، وجعلنا، وجعلنا، هاي ثلاثة. الرابعة مولانا، بسم الله الرحمن الرحيم، ها، واجعل لي، واجعل لي، واجعل انت، واجعل لي وزيرا من اهلي. هذا يقول موسى يا هو الوزير هارون، اجعل من موسى لو من الله؟ من الله. هو قاعد يقول اجعل لي، اجعل انت، اجعل، يعني اجعل شنو؟ من الله. كم آية صارت؟ أربعة، وما ضيعت أربعة. الآية الخامسة، هذه الآية شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك إني جاعل، جاعل في الأرض. إذن الجعل كل جعل إلهي، جعل من الله سبحانه وتعالى. ما يصير واحد يجي ينصب النبي أو ينصب الإمام أو الخليفة أو الوصي أو واحد، لا لا لا، اللي ينصب الإمام والخليفة والنبي وال... هذه أخو الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يخطأ والبشر شنو مولانا؟ يخطأ. زين هسه نقرأ الآية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة يا هم مولانا، الخليفة تعرفون معنى الخليفة شنو؟ من ينوب عن الغير يسمى خليفة، اللي ينوب عن الغير يقولوا له خليفة. مثلا الآن احنا عندنا مرجع مثلا في فلان مدينة، عنده هنا وكيل، هنا عنده وكيل، احنا لما نشوف الوكيل كأنما رأينا شنو؟ المرجع. ها، لما نسمع كلام الوكيل كأنما نسمع كلام المرجع، فهذا الوكيل شو يقولوا له؟ خليفة المرجع. واضح مولانا؟ خليفة لأن ينوب عنه، ينوب عن الغير، فالخليفة نائب عن الغير. هنا الكلام عن من؟ عن النبي آدم عليه السلام. هنا الكلام عن النبي آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، المقصد ياهو يعني، يعني البشر، لكن أول البشر ياهو آدم عليه السلام. زين آدم خليفة عن من؟ آدم خليفة ممن؟ ينوب عن من؟ إخواني ترى البحث شوية بهيك لفات هواي، وأدري بك التشاطر وذكي وشراي حكي بسرعة تلقف الحكي، واضح مولانا؟ ولهذا قاعد أجهد نفسي خاطر تعرف الموضوع. زين هسا عرفنا أن الخلافة جعل منين؟ من الله، وأن الخليفة ينوب عن الغير، واضح مولاي؟ زين هسا أنا أسألك سؤال، إذا نفرض حاشا 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 مثلا، ها، إذا واحد من الفقهاء عنده وكيل والوكيل سواله مكسورة، شو تقول؟ تعتب عليه من؟ تقول هسا هذا المرجع ما لقي غير هذا، صح ولا لا؟ لأن هذا ينوب عنه لو ما ينوب عنه؟ ينوب عنه. أول ما تعاتب بينك وبين ربك، بينك وبين نفسك، تعاتب المرجع أنت، هسا ما تقول له، بس تقول له مثلا أنا أدز لكم واحد، أنا أدز لك واحد خليفة عني، نائب عني، سواله مكسورة والعياذ بالله، شو تقول؟ تقول هسا هذا العتب مو على هذا، العتب على شيخ مهدي. واضح مولانا؟ ليش؟ لأن أنت هذا اللي ينوب عني يكون شي يصير يمثلني، يمثلني بكل الصفات. واضح حبيبي؟ زين هذا الله يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة منين؟ ها؟ أكو كم رأي؟ الرأي الأول قالوا خليفة عن بشر كانوا يسكنون الأرض قبل آدم، وهذا رأي موجود على أن آدم عليه السلام صحيح هو يقول له أبو البشر، أبو الأنبياء، أول الأنبياء، بس قبل آدم عليه السلام شنو كان يعيشون؟ بشر. ها، ولهذا يقول قبل آدمكم هذا آدم، وآدم على رواية ألف آدم، يعني بشر موجودين. ف
فأنتم البشر وآدم عليه السلام خليفة عن البشر اللي كانوا يسكنون في هذه المنطقة، وهذا حب في الأرض يعني. هذا واحد. اثنين، الرأي الثاني، الرأي الثاني قالوا لا، بأربع آراء بس أذكر اثنين بس، قالوا لا الخليفة أي خليفة من الله تعالى. آدم خليفة منين؟ من الله تعالى، يمثل الله سبحانه وتعالى. إذا البشر، إذا البشر مو آدم، إذا البشر خليفة من الله، إحنا خلفاء من الله بعد، إحنا خليفة الله على الأرض، البشر خليفة الله على الأرض، من عرفوا أنه نحن خلفاء الله على الأرض اعترضت الملائكة. إيش قالت؟ ها؟ من باب السؤال مو من باب الاعتراض على الله، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ها؟ تخلي بيها واحد اللي يسفك الدماء ويفسد فيها وهو نائب عنك والنائب عن الله، كون شو يصير؟ كون يصير طاهر مطهر، مو يقض الشوارع مولانا، مو رشا مثلا، مو سرقة، مو حرام، اللي يمثل الله كون شو يصير؟ يصير عابد زاهد متقي يتقرب إلى الله زلفة أكثر فأكثر، يمثل الله سبحانه وتعالى. زين، إيش قالت الملائكة من باب السؤال؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء ونحن نسبح بحمدك؟ بدل ما تخلي آدم خليفة خلينا إحنا خليفة، ها؟ لأن إحنا نمثلك فإحنا أعبد من البشر. زي سؤال، سؤال جاوبني، الملائكة منين تعرف أن آدم يعني أن البشر في الأرض يعصون الله يفسدون في الأرض؟ منين يرون؟ ها؟ بعد هذا وحدة بعد ما عندكم؟ زين، أنا جاوب عليها مولانا. الملائكة هنا بعد، ترى البشر ما جاي هنا، شوف اسمعني، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، جاعل في الأرض، يعني بعد البشر، بعد ما جاي بالقاع بلا فاصل، إيش قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. منين يدرون؟ هو هذا البشر بعد ما جاي، لو هسه يقولون معقول، بس بعد البشر للأرض ما جاي، منين كيف عرفت الملائكة لأن هذا البشر يعصي الله يفسد يسفك الدماء؟ منين عرفوا؟ كيف عرفوا؟ بها كم رأي، أعطيك رأيين أساسيين. الرأي الأول على النظرية الأولى أن قبل هذا البشر شنو كان؟ كان بشر، كان بشر، أو شافوا البشر اللي قبل آدم عليه السلام شنو كان؟ يسفك الدماء ويفسد في الأرض ويسوي ما يسوي، واضح مولانا؟ فعندهم تجربة قبل هذا البشر، عندهم تجربة ذلك بشر، ولهذا ايش قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ ها؟ هذا رأي. الرأي الثاني قلت لك كم رأي هو؟ الرأي الثاني إنما الله أخبرهم بذلك، قالهم هذا الإنسان اللي أنا أنزله أنا أعطيه هم شهوة وهم عقل، يعني أمور مادية وأمور شنو؟ معنوية، زين؟ يعني يتزاحم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما منطيل اختيار، مو مثلكم كله عبادة، هذا شنو عنده؟ عند ال اختيار، تقدر تجي للمجلس تقدر ما تجي للمجلس، تقدر تصلي وتقدر هم ما تصلي، هذا شنو مولانا؟ اختيار إلك لو مو إلك، طبعا تصلي إلك ثواب ما تصلي عليك عقاب، واضح مولاي؟ لكن الاختيار وأول تالي إلك لو لا، ها هذا القلاص ها بكيف أريد أشيله أريد ما أشيله، راجع لي هذا المحبس اللي طيل أحد ما تطيح ما طيل أحد مثلا، ها زين، هذا راجع لي لو ما راجع لي، هذا اختيار بيدي. ما دام الله أعطى الإنسان الاختيار شنو مولانا؟ الملائكة اعترضت، عرفت أكو سفك للدماء، زين، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، اسمع اسمع اسمع، نسبح بحمد، نسبح بحمدك ونقدس لك. شنو معانيها؟ تسبيح، تحميد، الحمد، تقديس، ثلاثة، ونحن نسبح اقرأ بحمدك ونقدس لك. إذا قالوا له ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، شنو الفرق بيناتهم؟ تعرف من شنو؟ التسبيح تنزيه الله عما لا يليق، أن تنزه الله وتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم مثلا، ها؟ يعني أنزه الله عما لا يليق. شنو اللي ما يليق بالله؟ الفقر، ما يليق بالله الفقر، النقص، العجز، ها؟ الضعف، هذا ما يليق بالله، ها؟ لا يليق بالله. إذا قلت لإلهي أنت لست بفقير، أنت لست بضعيف، شو يسمونه؟ التسبيح، التسبيح تنزيه الله عما لا يليق. الحمد شنو؟ الحمد نسبة ما يليق لله، الله قوي، الله عالم، الله عادل، الله خالق، الله مدبر، الله ذو الجلال والإكرام، هذا شنو مولانا؟
حمد. إذن تسبيح تنزيه الله عما لا يليق، تحميد لا نسبة ما يليق لمن؟ لله تعالى. التقديس شنو؟ التقديس عن تطهير، التقديس يعني تطهير، نقدس لك يعني نطهر أنفسنا لك، نطهر المجتمع والنفس، تطهير النفس والمجتمع والروح، شو يسمونه مولانا؟ تقديس لله تعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، شنو الجواب؟ شو الله جوابهم؟ ايش قالهم؟ مختصر كلش، قال إني أعلم، أنا أدري شيء، أنتم شنو؟ ما تدري، سكتوا زين. أراد الله يراويهم، ترى مربط كلامي كله بهاي الآية الثانية، هذه كلها أنا أحسبها مقدمة للآية الثانية هذه. الله راد يراوي أن أكو بشر أسمى منكم أيتها الملائكة، أكو بشر ينقطعون إلى الله زلفا، أكو بشر أنتم ما تعرفونهم مولانا، أكو بشر لا مولانا لا يعبأ ولا للحظة واحدة عن ذكر الله تعالى. زين إيش قالهم؟ قالهم خلنا راويكم آدم عليه السلام، شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تكملة الآية، وعلم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء علمها لآدم. ها شنو الأسماء؟ ها الأسماء أكو رأيين بها، أسماء هذا شوية بها خلط مولانا، أكو رأيين، رأي عام إحنا وغيرنا ورأي خاص بس إلنا. زين الرأي العام شنو هاي الأسماء اللي الله علم لآدم؟ اثنين الرأيينهم صحيحة، اثنينهم صحيحة، هذا وهذا اثنين الجمع بينهما لا أشكال فيه. وعلم آدم الأسماء كلها، شنو الأسماء اللي الله علم آدم؟ تسمعني لو لا أنت، الأسماء اللي الله علم آدم شنو مولانا؟ الأسماء التي الله علمها لآدم أسماء كل شيء، كل ما هو شيء الله إش علمه لآدم، يعني شوف الذاكرة القوية. زين يعني مثلا جبل، هذا الجبل جبل جيم باء لام، جبل منين عرفنا هذا الشيء اسمه جبل؟ ها هذا الله علمه لمن؟ لآدم، علمه اللفظ مع المعنى، يعني علم اللفظ والمعنى مو مجرد ألفاظ. هسه الطفل مثلا، الأطفال من تعلم حكاية يتعلم اللفظ بس المعنى ما يعرفه، صح ولا لا؟ يعني تعلم اللفظ بس ما يدري هذا شو يسوي، لكن الله علم آدم الألفاظ والمعاني، علم هذا يسمونه ماء، والماء شنو فوائد الماء وشنو آثار الماء؟ ها علم هذا جبل، علم هذا وادي، علم هذا مثلا شعب، علم هذا منبر، هذا خشب، هذا حديد، هاي الألفاظ مع معانيها الله علمها لمن؟ لآدم عليه السلام. شوف أكو واحد يقول لأبو العباس، هذا كان قاعد يم الإمام الصادق عليه السلام، فسأل الإمام قال له سيدي وعلم آدم الأسماء كلها، أي الأسماء هذه؟ شنو من أسماء اللي الله علم آدم كل الأسماء؟ قال له الإمام، قال له أسماء الجبال والوديان والشعاب، وظل يفصل له. الإمام كان جالس على بساط، قال له وحتى اسم هذا البساط، حتى هذا البساط الله علمه لمن؟ لآدم. الآن كل شيء اللي أنت قاعد تتكلم به مولانا، كل شيء اللي تتكلم به هذا الاسم وهذا المعنى الله علم علما لآدم عليه السلام. إذن الرأي الأول وعلم آدم الأسماء كلها، يا أسماء، أسماء كل شيء، كل شيء، هذا واحد. الرأي الثاني، هذا رأي عام، الرأي الثاني رأينا إحنا، غيرنا ما يقبل، بس شو نسوي بالله هذا، شو بدنا عليهم؟ زين شنو مولانا الرأي الثاني؟ يقول لا وعلم آدم الأسماء كلها، شو يقول الإمام العسكري عليه السلام؟ قال أي أسماء الأنبياء وأسماء الأوصياء وأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين. علم هذه الأسماء بأجمعها، هذه الأسماء الله سبحانه وتعالى علمها علما لآدم عليه السلام، وكذلك توسل آدم بهذه الأسماء. الملائكة لما شافت هاي الأسماء ومقام هذه الأسماء الآن اعترفوا بحق الله، بحق الخليفة في الأرض اللي هو آدم عليه السلام. اسمع مولانا، اسمع الرواية، بينما آدم في الجنة، آدم بالجنة يمشي بالجنة، قبل لا يطلعون من الجنة، فرفع رأسه إلى الأعلى فوق الجنة، فوق هشي يصير سقف الجنة عرش الله، عاين فوق رأى امرأة من النور، مرأة من النور جالس على درنوك، الدرنوك يعني الأريكة القنفة، شو تقولوا له؟ رأى امرأة من النور، وين شافه؟ بالعرش، هو بالجنة، وين شافه؟ بالعرش.
رأى امرأة من النور جالسة على درنوك من النور، على رأسها تاج من النور، في أذنيها قرطان من النور، وفي يدها درة من النور، وحولها تسعة أنوار تدور. فتعجب، قال له إلهي من هؤلاء العالون؟ ليش قال العالون؟ لأن هم أعلى منا، أعلى عليين. من هؤلاء العالون؟ ولهذا قال له الله يقلب لي، يقول له استكبرت أم كنت من العالين؟ العالين ذكول اللي فوق. ها، من هؤلاء العالون؟ قال له يا آدم، إجا النداء، قال له يا آدم أما المرأة الجالسة على درنوك من النور فهي أمتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هاي الصلوات ضعيفة ترى. وأما التاج الذي على رأسها فأبوها محمد المصطفى. وأما الدرة التي في يدها فبعلها علي المرتضى. وأما القرطان في أذنيها فولداها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأما الأنوار التسعة التي تدور حولها فهم الأئمة من ذرية ولدها الحسين عليهم السلام. قال له الله سبحانه وتعالى، قال له يا آدم هؤلاء في صلبك وهذه صورهم، هذول شنو؟ في صلبك وهذه صورهم، وإنما اسمع اسمع، وإنما أمرت الملائكة أن تسجد لهم. من سجد إليك هو السجود صح في جئتك، بس السجود لمن؟ إكراما وإجلالا لمن تحمل، يا هم اللي تحملهم، تحمل هؤلاء. يا آدم اسمع، خلي أقرأ لك الرواية، نص الرواية، الرواية موجودة، خلق واحد شوي قلبي يحوس مولانا، الرواية موجودة في كتاب تأويل الآيات، زين تأويل الآيات الظاهرة صفحة 48. زين ايش قال له؟ قال له يا آدم، يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي وبريتي، يا آدم هذا محمد وأنا الحميد شققت له اسما من اسمي، وهذا علي شققت له اسما من اسمي وأنا العلي الأعلى، وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض، وهذا الحسن والحسين ها وأنا المحسن المجمل، هؤلاء خيار خلقي وكرام بريتي بهم آخذ. اسمع اسمع عيوني أترجاك، اسمع الرواية، بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب. يا آدم إذا دهتك داهية، إذا صار عندك مشكلة، إذا دهتك داهية فاجعلهم إلي شفعاءك، فإني آليت على نفسي قسما حقا ألا أخيب بهم آملا ولا أرد بهم سائلا، ولهذا توسل آدم بآل محمد. واضح شنو صار مولانا؟ زين خلينا نكمل شوي الآية. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. اثماني هاي كلمتهم وهؤلاء عادة تطلق للعقلاء لغير العقلاء؟ للعقلاء صح، كلمتهم هؤلاء وين تجي؟ تجي للعاقل. زين الجماعة اللي أيد الرأي الأول، الرأي الثاني ما يأيده. حبيبي عيوني توجه لي، أترجاك توجه لي. الجماعة اللي أيدون الرأي الأول ما يأيدون الرأي الثاني، الجماعة اللي أيدون الرأي الأول من الشيعة وغيرهم، زين اللي أيدون الرأي الأول ما يأيدون الرأي الثاني، إيش قالوا؟ قالوا هذه هم وهؤلاء، زين للعقلاء صحيح، لكن في القرآن يأتي لغير العقلاء بعد، للقرآن يأتي، ذا كل يقول مو إحنا، يأتي لغير، وين الآية تقول لغير العقلاء؟ قال الله يقول في سورة يوسف آية الرابعة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، هذا أني مولانا عقلاء لغير عقلاء؟ غير عقلاء صح ولا؟ رأيتهم، هم رأيتهم لي ساجدين. قال شوف يا شيعة أنتم تقولون هاي هم وهؤلاء للعقلاء زين، لكن هنا أجت لغير العقلاء، هم أجت لمن؟ للشمس والكواكب والقمر. واضح شو صار سؤال الأولى؟ شوف الاستدلال ماله، شنو احنا نرد عليه؟ احنا نرد عليه رد شافي وافي كافي. شنو مولانا الرد؟ واضح،
أولا هذا تنزيل منزلة غير العاقل، تنزيل منزلته إلى العاقل. يعني الشمس والقمر قامت بعمل يقوم به العقلاء وهو السجود. شوف، أو الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. السجود عادة من خصال العقلاء العاقل، ولهذا الله نزل منزلتهم منزلة العاقل. هو غير عاقل لأن قاعد يسوي عمل العاقل، ولهذا الله أسند له ضميرهم. أعطيك بعد آية، النملة عاقل لو غير عاقل؟ غير عاقل. حافظين الآية؟ ها؟ شوف الله يحشو ياها مثل ما يحشو البشر العاقل. شو يقول؟ بس حتى سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا أتوا على واد النمل، هذا هو سليمان وجماعته، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم كم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن الله خاطب النملة الغير عاقلة، خاطب خطاب العاقل، يعني نزلها منزلة العقلاء. واضح ولا يشلون؟ هاي اثنين. أعطيك بعد آية، السباحة، السباحة هاي ليسبح، هذا ليسبح من صفات العاقل وغير العاقل، السباحة بهذا الترتيب، مو مطلق السباحة، زين؟ من صفات من؟ من صفات العاقل، بس الله شاء الله طاهر غير العاقل. وين؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، الشمس والقمر، ها؟ ولا الليل سابق النهار، بعد شنو؟ وكل في فلك يسبحون. الله خلى الشمس والقمر نزلهم منزلة العاقل، عبر عنهم إيمان بكلمة يسبحون وهي من صفات العاقل. ففي القرآن أكو تنزيل منزلة غير العاقل إلى العاقل. واضح مولانا؟ لكن كلمة هم وهؤلاء ترجع للعقلاء، ولهذا قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بهؤلاء. لما عرفوا هم وهؤلاء والأسماء الطاهرة النيرة، وعرفوا مقام آل البيت ومقام الأنبياء ومقام أهل البيت والأئمة الأطهار، اعترفوا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. لما يوصل قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم إلى آخر الآيات. واضح مولانا؟ هذه الشجرة الطيبة، هذه الشجرة النيرة، هذه الشجرة المباركة في القرآن الكريم، شجرة آل البيت سلام الله عليهم أجمعين، غصن من أغصانها، غصن من أغصانها. للأسف الآية ما كملناها للأسف، زين، لأن الوقت ما يسمح للأسف، زين، عندنا مجالس غيرها. لأن هذا الغصن، هذه الشجرة الطاهرة غصن من أغصانها القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. القاسم ابن الإمام الحسن، الإمام الحسن عنده عدة زوجات وجواري، من جملتهن رملة. رملة زوجة الإمام الحسن أنجبت له ثلاث أولاد، الكبير والوسط والصغير. الكبير والصغير محمد الأكبر ومحمد الأصغر. الكبير والصغير محمد الأكبر اللي قتل مع الحسين، طلع سلام الله عليه، طلع لساحة الميدان وقتلوه واستشهد. محمد الأصغر، إذا سامعين بالمقاتل أن لما سقط الحسين إجا طفل، عبد الله الأكبر، عفوا، عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر، طلع طفل يذب عن الحسين ويقول له مثلا يا ابن فلانة، يقول له يخاطبه أتضرب عمي الحسين، سامعين بالمقاتل، فهذا ما رحمه ضرب هذا الطفل. هذا الطفل منه؟ هذا ابن الإمام الحسن، أخو القاسم، ها، بس أصغر من القاسم سلام الله عليه. زين، الوسط ياهو، الوسط القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى، كان شبيها بالإمام الحسن، أكثر الأولاد شبها بالإمام الحسن القاسم. والإمام الحسن شبيه لرسول الله، فإذا القاسم شبيه لرسول الله، ولهذا لما تقدم إلى الحسين عليه السلام واستأذن البراز، قال الإمام الحسين، قال له أنت العلامة من أخي الحسن، أنت العلامة، أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال له ولم لا عم يا حسين، وأنا أراك وحيدا فريدا. أرجعه الحسين إلى أمه. زين، ظل متحير حزين، يريد أن يضحي بنفسه في سبيل عمه الحسين. وإذا تجد مولانا سمع صوت من الحسين، ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ ألا هل من مغيث يغيثنا؟ ألا هل من معين يعيننا؟ إجا القاسم
إلى عمه الحسين عليه السلام، أذن له الحسين بالبراز والقتال، لكن ألبسه عمامة رسول الله، ألبسه عمامة الإمام الحسن سلام الله عليه، شقها وألبسها وألبسها وألبسه ثياب أخيه وأبيه الإمام الحسن، لكن شق له أزياء كهيئة الكفن، لأن أمنية كل أم أن ترى ولدها في هذه الحالة مولانا، في حال الفرح والسرور. إي والله، لكن أكو هاي الأمنية أن يحقق أمنية أخيه الإمام الحسن سلام الله عليه، وأن يزف هذا التمثيل مولانا، هذا التمثيل الجميل اللي بقى عندنا سنوات، اللي يعبر عن حقيقة الموقف مولانا. عدنا وياي مولاي، كلكم بصوت واحد، إلك مولاي. من تمر زفة من العريس محروم وحنتي دم، ما شاء الله ما شاء الله. يما ذكريني من تمر زفة الشباب اقرا ساعد منتي دم المصاب، شمع الشباب مني طفاها، حنتي دمي والجفن دار التراب. يما ذكري تمر زفة الشباب، ما شاء الله. عظم الله لكم الأجر. لما أراد الخروج سيدنا ومولانا القاسم، سجل اسمك عند الإمام الحسن، اليوم ليلة المظلوم وليلة الشباب، ترى مو قضية أنا أخجل وغار، لا هذه الليلة ترى تصرم شهر محرمها، أخذ حاجتك الآن. لما خرج القاسم خرجت رملة، نظرت إلى ولدها بعمامة أبيه الحسن وثياب أبيه الإمام الحسن، إن كان تردون ابن تعرسونه أريدا بعرسه تونسونا يا وريدا عمامة يحضرون، وين عمامها؟ وريدا عمامة يحضرون، لكن عمامة وين يا رمل عمامة؟ عبايا يا سراع الشمامة، نزل إلى ساحة الميدان، إلى ساحة الوغى، يضرب الرجال يمينا وشمالا. عظم الله لكم الأجر. يقول حميد بن مسلم، خرج من خيمة الحسين غلام كفلقتي قمر ولم يبلغ الحلم، يضرب الأعداء يمينا وشمالا، بينما هو كذلك إذ انقطع شسع عليه. يقول حميد بن مسلم، لا تخجل، مع الزهراء صوتك ويا الزهراء، وقد حاجتك. كان عند الأزدي واقفا، قال والله سأذكرن به أمه، قلت يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب ومكان. ما سمع كلامي هد على القاسم فضربه على رأسه. صوتك أيوة قاسم، أعلى يا زهراء، أيوة سيدة، شلون تواسي الإمام الحسن؟ أيوة حسن. سقط القاسم على رمضاء كربلاء وهو ينادي السلام عليك عمي يا حسين. جاء له الحسين ضمه إلى صدره، حمله إلى خيم النساء، خويا جاب ومدد ما بين خويا.
الأسماء سمعني النسوان صوت جت رملة تصيح الله أكبر ويلي جت أمه جت رملة جلست عند ولدها القاسم وضعت خدها على خد ولدها يمه ولا ما مردتك مارد الدنيا يما ولا مال تحضرني لو وقحمني ولا مال ولا مال يا جاسم خابت ظنوني يما ولا مال بوقت الضيج يا ابن قطعت بي يصير يوم العيد يمرون شباب على البيت الأم الفاقدة ولد تجلس عند باب دارها يوم العيد تتذكر ولدها ترى هاي الفاقدة ولدها الله يساعد قلبها يمرون شباب بحل الولد هي قاعدة بالباب تنظر الناس في فرح وسرور وهي في حزنها يا شباب يا الولد عزيز والله انا يا شبان يا شبان ما وياكم وليد يما ضايع من امه ليله العيد يما ليله العيد ترى فقد الولد للوالده متشيد شلون بعد يا يمها تقول يما وما تنام لما ما تنوم يما نايم وليدي نايم وليدي شلون نوم يما نوم وحر الشمس غير رسوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف يا الله شافي وعافي كل مريض يا الله من أوصانا بالدعاء من قصدناهم بالدعاء منا على مرضاهم بالشفاء العاجل يا الله اللهم طالب حاجة في هذا المجلس في غيره اقضي حوائجهم بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله عجل في فرجي مولانا صاحب العصر والزمان وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الفاتح مع الصلوات على جروح